FM. الكل مالك. القطاع المالي وينو اليوم في غزو الأسواق الإفريقية؟ تونس راهي بوابة إفريقيا. مالوروزمون السونتر دينارسية هذا قاعدين نضيعوا فيه. اللي العالم الكل قاعدين نضيعوا فيه. اليوم تركيا هبطت لإفريقيا. الصين فما صينيين أغلقت مصانعها متاع تكستيل في الصين ومشيت لإفريقيا. المغرب جارنا وشقيقنا المغرب اللي قاعد يخدم على روحه. لو سونتر دينارسي بوابة إفريقيا اللي هي تونس قاعدة تتنقل بشوية بشوية للمغرب. القطاع المالي اليوم فما رجال أعمال تونسيين يمشي يقول لك أنا ما عنديش فينانسمون في إفريقيا. البنوك التونسية ويني ويني في هذا الكل؟ راهو النمو صحيح أنه يكون فما استثمار في تونس واستثمار خارجي في تونس، ولكن من المهم جدا أنه في وضعك الإقليمي والجيوسياسي أنك تستغل وضعك في إفريقيا. كابا فان الكلمة ليك.